نرحب بكم أعزائنا، هذه قناة حياتنا ور لايف، وندعوكم للاشتراك في القناة. فيديو هذا اليوم سوف نتحدث فيه عن مجموعة من علامات الترقيم الأكثر انتشارا في اللغة العربية. جميعنا بنعرف أن علامات الترقيم هي عبارة عن رموز يتم استخدامها في المواضيع باللغة العربية، سواء في الدروس، في الكتب، في المقالات، في مختلف أنواع النصوص. الهدف الرئيسي من هذه العلامات هو تنظيم القراءة والكتابة. هذه العلامات تساعد أيضا على فهم معاني الجملة. أحيانا صعب أنه نحن نفهم معنى الجملة إلا من خلال علامات الترقيم. أيضا تساعد في توضيح مواضع الفصل والوقوف بين الجمل، يعني ممكن نحن نوقف وقوف كامل، ممكن ناخذ وقوف جزئي يعني من خلال استخدام الفاصلة. فبالتالي هذا جميعه يساعد القارئ على الفهم أثناء القراءة. طيب، نتحدث بالبداية عن أول هذه الإشارات أو هذه العلامات المستخدمة والتي تعتبر جدا مشهورة، وهي الفاصلة. الفاصلة يا أعزائنا تكتب بهذا الشكل، كلنا نعرف شكل الفاصلة. تسمى أيضا الشولة وترمز إلى وقفة قصيرة عند القراءة، يعني مش وقفة كاملة، ما منوقف وقفة كاملة، إنما وقفة قصيرة فقط. متى يتم استخدام الفاصلة؟ الأشهر استخدام هو ما بين الجمل المتصلة المعنى، يعني نتحدث بأنه طالب مجتهد، كيف اجتهاده؟ يتم اجتهاده من خلال اهتمامه بدروسه وحرصه على الالتزام. ففي عندي أقسام بين الجملة، جمل نفس المعنى، نحن لسه عم نحكي عن هذا الطالب المجتهد. أيضا تستخدم ما بين أقسام الشيء الواحد، يعني بدي أعدد تعداد شو هي شهور السنة الميلادية، بنحط نقطتين كلياتنا بنعرفها، بس أنا بدي أفصل ما بين الأجزاء، بستخدم اللي بالنص هدول بيناتهم، يعني بين الأجزاء بنحط الفواصل. تستخدم الفاصل أيضا بعد لفظ المنادى، شو ما كان يكون، يا محمد، أيها الطالب، يا فاطمة، بحط فاصلة وراها مباشرة وبعدين بكمل بقية الجملة. بين القسم وجوابه، مثلا بدك تقسم اللي هي جملة القسم بنسميها، والله كذا وكذا، فبعد كلمة والله. تستخدم ما بين جمل الشرط وما بين أجزائه، يعني إن سمعت النداء شو رح يصير؟ أجب. قبل كلمات معينة زي مثل ونحو. ننتقل الآن إلى الفاصلة المنقوطة، يلي بتيجي فاصلة بس في تحتيها نقطة، وهذا الاستخدام يتم استخدام هذه الفاصلة المنقوطة. أهم إشي وأشهر إشي هو إنه أنت بدك تعلل جملة معينة من خلال ذكر السبب. ما بين الريزلت وما بين الريزن بدنا نحط بيناتهم فاصلة منقوطة. المقصود في ذلك، ليه أنا بدي أجتهد بدروسي؟ هون هاي الجملة تفسر الجملة التي قبلها، فإذا الجملة هاي تعتبر الجملة التعليلية، يعني توضح، فبالتالي هون بدي أحط أنا الفاصلة المنقوطة. أيضا تستخدم قبل الكلمات المشعرة بالسبب والعلة، يعني هون قبل كلمة لأن، لاحظتوا هي هون موجودة، قبل كلمات برضو لأنني، هيها موجود عندنا فاصلة منقوطة، قبل لأنه، لأن، من ثم، لذا، لذلك، لأجل. أيضا تستخدم للفصل ما بين الأجزاء الرئيسية التي تحتوي على أجزاء فرعية، يعني مثلا زي استخدام الفاصلة بيجي هون، إنه كيف أنت بتفصل ما بين الأجزاء مع بعضهم البعض، يعني بتحكي ما بين فلسطين، القدس، الأردن، عمان، يعني عمان لأنها جزء من الأردن، فبنحط بين الأردن وبين عمان فاصلة منقوطة. فيما يتعلق بالنقطة، النقطة جميعنا بنعرف أنها دائما تستخدم في نهاية الجملة، في نهاية الفقرة، وتكون أكيد مستقلة عما بعدها في المعنى وفي الإعراب. أنت بتحكي الإخلاص سمة الصالحين وحطيت نقطة، وعلينا أن نكون صالحين بكذا وكذا وكذا، يعني جملة ثانية بتكون تامة المعنى ننهيها بوجود هذه النقطة. أيضا نستخدم النقطة عقب الأحرف والكلمات والأسماء المختصرة، أي اسم مختصر بدك تحط وراء نقطة، أي كلمة، أي حرف برضو نضع وراءها النقطة. تأتي أيضا عقب القوس الثاني مباشرة، أو عقب علامة التنصيص الثانية إن كانت الجملة تنتهي به. طيب ننتقل، يعني ما بين القوسين، يعني فتحت قوس وسكرت قوس بدك تحط النقطة. طيب بالنسبة للنقطتين الرئيسيتين، يعني نقطة وبيكون في أسفلها نقطة ثانية، معروف دائما كل ما نحكي قال باسم، قالت ربابو، بحط وراهم دائما النقطتين الرئيسيات اللي هي احنا بنسميها بعد القول إن جاء بغير الفاعل ظاهر أو بعد فاعله الظاهر، سواء كان موجود الفاعل أو مش موجود. هاي هنا قال ما في فاعل، دائما بنحطها بعد الكلمات اللي فيها قال، تمام؟
يقول الدكتور هاي الفاعل موجود بحط وراها نقطتين رأسيتين بعد تمثيل أي بعد كلمة مثل، يعني بنحطها بعد كلمة مثل، يعني زي هيك ممكن نحكي للسنة فصول أربعة مثل هون وبحط نقطتين رأسيات وبحكي شو هن. ممكن كمان أحطها ما بين الإشي وما بين أقسامه زي أخذنا كثير أمثلة في الأعلى، يعني للسنة فصول أربعة بدي أوضح أنا شو هي هاي الفصول فبحط نقطتين رأسيات، فبالتالي وجود النقطتين الرأسيات هون عشان يفسر لي شو هي الأقسام الأربعة للإشي. ولاحظوا أنه بيناتهم هدول الأقسام في عندي الفاصلة اللي حكينا عنها. طيب ننتقل مثال آخر، يعني الصلاة لغة هي الدعاء، يعني هون بما يفيد التعريف، يعني بدك تعرف دائما بتحكي الصلاة بتحط نقطتين رأسيات تعني الدعاء. أي تعريف شو ما كانت تكون بأي مجال، بالرياضيات، بالجغرافيا، بأي إشي، دائما حط بعد التعريف، يعني بعد الكلمة اللي بدك تعرفها بدك تحط فاصلة نقطتين رأسيات. أيضا توضع بعد اسم السورة، رقم الآية، الساعة والدقائق، بنحن نحكي ساعة 2:30 فبدنا نحط بيناتهم نقطتين رأسيات. نفس الشيء أرقام الأعداد بالنسبة للدورية والصفحات الموجود فيها دائما تستخدم النقاط الرأسية. طيب فيما يتعلق بعلامة الاستفهام دائما تستخدم هذه العلامة بعد جملة الاستفهام، يعني بعد صيغة السؤال. بسألك ما مهنتك، بصير أحط وراها نقطة؟ لا، لازم نحط علامة استفهام. وعلامة الاستفهام جدا ضرورية لأنها بتساعدنا نحن نعرف ونغير نبرة الصوت، أنت عم تستفهم، عم تطلب جواب لسؤالك. طيب ننتقل إلى علامة التعجب. طبعا في أمثلة أخرى للاستفهام. علامة التعجب التأثر الانفعال دائما تستخدم من اسمها، أنت تكون تشعر بتعجب من موضوع معين، إشي بدك تعبر فيه أنت عن مشاعرك، بتكون فرحان، بتكون حزين، تكون تستغيث، ممكن تدعي، تستغيث مثلا أنت بدك تحذر زميلك، بدك تقول له دير بالك النار، النار، فكلمة النار، النار هون تحذير. أي إشي فيه تحذير مباشر بدك تحط علامة الاستفهام، علامة التعجب. وحسرته أنت بتكون عم تستغيث أو بتكون عم تدعي أو زعلان. ما أجمل أيام الربيع، أنت كتير مبسوط ومعجب بصور الربيع الجميلة. وإسلامة تدل على الاستغاثة، تدل على الدعاء، أنك تدعي باسم الإسلام. يعني هذا بالنسبة لا علامة التعجب دائما توضع في نهاية الكلمة، في نهاية الجملة أو في نهاية الكلمة زي هاي الحالة. طيب فيما يتعلق بعلامات التنصيص، جميعنا بنعرف انه علامات التنصيص تستخدم للكلمات المقتبسة. شو يعني مقتبسة؟ المقصود فيها بانه كلام بيكون منقول نقلا مباشرا، يعني فلان حكى اذهب الى الملعب، مثلا ما حكى اجري الى الملعب، فبالتالي يوجد فرق ما بين اذهب وما بين اجري، فبالتالي انت عم بدك تنقل الكلام المباشر كما هو، هذا بنسميه نحن اقتباس بدون أي تغيير إن شاء الله لو بحرف. لذلك نحن نستخدم هدول العلامتين مع بعض، العلامة الأولى توضع في بداية الكلام ونفسها بتاخذوا كوبي عنها يعني وبتحطوها في نهاية الكلام. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أنت لما تشيل الأذى عن الطريق يعتبر أمر صدقة. فبالتالي ماذا قال؟ هذا حرفيا ما قاله، لا يوجد أبدا أي تغيير على كلامه، فبالتالي نضع علامة التنصيص في بداية الجملة وعلامة التنصيص أيضا في نهاية الجملة. كمان توضع في الترجمة الحرفية لما بدك أنت تترجم بالضبط كيف كلام الشخص الذي أمامك. طيب ننتقل إلى الشرطة المعترضة وتوضع قبل وبعد الجملة الاعتراضية، يعني مثلا الجملة الأصلية هي إني بخير، بجي بسألك كيف حالك بتقول لي إني بخير. في ناس بدل ما تعطينا الجملة والخبر، يعني المبتدأ والخبر أو اسم إنا وخبر إنا مباشر كجملة عادية، بتحط بالنص جملة بتكون يعني زي كسرة الجملة الثانية الأولانية، وتضع هذه الجملة نحن نسميها شرطة، نسميها جملة اعتراضية. هذه الجملة الاعتراضية توضع بنصف هذه الجملة الأصلية، فبالتالي نقول إني والحمد لله بخير، فهاي الجملة والحمد لله كلها تعتبر جملة معترضة. أيضا تأتي أحيانا لتضمن معنى ذات أهمية اعتراضية تفسيرية، يعني أنت بدك تفسر جملة معينة، بدك تفسر مين هي ريم اللي أوضحت أوجه الاختلاف ما بين النباتات، فبتحكينا بالتالي عن ريم نفسها ماذا فعلت أو مين هي ريم بالضبط، فبتحكينا أنه أوضحت ريم وهي
باحثة في علم الأحياء عشان أنا أفهم مين هي ريم، عشان أشوف هل في مصداقية لرأيها أم لا يوجد. طيب ننتقل إلى الشرطة، برضو الشرطة نفسها توضع أيضا بين في مواضع متعددة. الشرطة هاي كمان استخدام أو علامة جديدة، الشرطة دائما توضع ما بين العدد والمعدود. مثلا أقسام الكلمة ثلاثة، هون حطينا العلامتين الرئيسيات، بنحكي بالأول واحد القسم الأول ونضع وراءها الشرطة، بنحكي شو هو القسم الأول اللي هو الاسم، بعدين الفعل، بعدين الحرف. فهون بحط اثنين بحط وراها الشرطة، بحط ثلاث وبحط وراها الشرطة. إذا بشكل عام، وأكيد يوجد علامات ترقيم أكثر من هيك يا أعزائنا، ويجب أن نفهم إنه هذه العلامات جدا مهمة. يعني بشكل عام إذا نحن بدنا نقسمها علامات الترقيم، في عنا علامات خاصة بالوقف، يعني كيف توقف وأنت تتكلم هذه أو يعني تلفظ هذه الجملة، فاصلة، فاصلة منقوطة، نقطة، وقف كامل. وفي عنا علامات للنبرات الصوتية، أنت لما بدك تيجي تلفظ هذه الجملة وتستخدم هاي العلامات لازم صوتك يتغير. ما أجمل الربيع، علامة تعجب. كيف حالك، علامة استفهام، فلازم نغير نبرة الصوت. في عنا علامات خاصة في الحصر اللي هي تستخدم للاقتباسات، لتذكر الآية الموجودة، كلها تستخدم للحصر، فبالتالي أنت تنظم الكلام المكتوب داخل هدول اللي بين أقواس، هاي بنسميها نحن علامات الحصر. آخر إشي علامات تستخدم في البرمجة بالرياضيات، يعني نحن كلغة عربية لا نستخدم مثل هذه الرموز اللي هي زي هيك. علامات الترقيم جدا مهمة من خلال توضيح المعنى المقصود، وإذا لم يتم استخدام هذه العلامات سوف يضيع المعنى، وقد يؤدي إلى سوء فهم كبير جدا ما بين الأطراف الموجودة، وقد تؤدي أيضا إلى مشاكل. فجدا مهمة هذه العلامات في توضيح المعنى. مثلا نستطيع الإشارة أنه خلص النص انتهى، مش أنا بخلي القارئ أمامي يستنى أكمل أنا حكي. أيضا نزيل الإبهام عن كتابتك ونجعله أكثر وضوحا، يعني بدك تحكي إني أنني أكره التدخين لأنه مضر بالصحة، فإذا لأنه مضر للصحة هي تعلل الجملة التي سبقتها، فبالتالي لازم أحط فاصلة منقوطة. أيضا علامات الترقيم تظهر الرابط ما بين الجمل المختلفة، مما يساعد على توضيح المعنى وترتيب الكلام. وعلامات الترقيم أيضا تساعد على إيصال مشاعر الكاتب، سواء كانت فرح أو حزن أو تعجب أو تساؤل. الكاتب من خلال علامات الترقيم يستطيع أيضا أن يوصل أفكاره بشكل دقيق باستخدام علامات الترقيم. بهكذا نكون قد انتهينا من شرح مبسط عن علامات الترقيم. نشكر لكم حسن الاستماع، ونتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل الفيديوهات الجديدة. إلى اللقاء.